أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية بشهادة عدد من الشهود العدول. وعليه قررت الهيئة أن يكون يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإيمان وبعد، حيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، وإتباعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح والشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات مبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء هذا اليوم الاثنين ليلة الثلاثاء 12 أبريل 2021 ميلادية، وحيث إنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول. وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غد الثلاثاء 13 أبريل 2021 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، ويجب صيامه، والله ولي التوفيق. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي، وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم ويوفق الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.